بيكم في تعلم الشطرنج. فاكرين يا شطار المرة اللي فاتت اتكلمنا عن تاكتيك مهم قوي قوي كان اسمه اللورينج، وعرفنا ازاي بنستخدمه في الميدل جيم علشان نقدر نكسب بيه ماتيريال، وعرفنا كمان ازاي نستخدمه علشان نقدر ندي تشيك ميت للي قدامنا. النهاردة هنتكلم عن تاكتيك جديد. طبعا التاكتيك اللي معانا النهاردة هو احنا اتكلمنا عنه قبل كده، احنا عرفنا قبل كده مع بعض يعني ايه بن، وان القطعة اللي معمول لها بن ما بتعرفش تدافع وما بتقدرش تتحرك لو البن ابسوليوت على الكينج. لكن هنعرف النهاردة في مجال المحترفين وفي مباريات المحترفين ازاي نقدر نستخدم ده لمصلحتنا، لان ممكن في الجيم بتاعنا او في الماتش بتاعنا البن ما يبقاش موجود على البورد، او التاكتيك عموما ما يبقاش موجود على البورد، فاحنا بنقدر نخليه يكون موجود او يظهر بطريقة معينة وسهلة وبسيطة جدا هنعرفها مع بعض. والنهاردة هنعرف ازاي ان احنا نخلي اللي قدامنا يتحرك بشكل اجباري يخلينا نعمل له بان بمنتهى السهولة. ويلا بينا على حصة الشطرنج. معادنا دلوقتي مع حصة الشطرنج اللي هنشوف فيها الجزء النظري بتاعنا النهاردة. وموضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا، وهنتكلم عن البن، بس احنا المرة دي مش بنتكلم على البن كتعريف او كشرح مبسط زي ما اتكلمنا عنه قبل كده، لكن احنا هنتكلم على البن ان هو ازاي نستخدمه، ويعني ايه فرونت بيس ويعني ايه باك بيس. بس ما قبل ما ندخل في التفاصيل المهمة ديت نرحب بأبطالنا اللي موجودين معانا دايما. علي، ازيك يا علي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. ازيك يا كلارا؟ الحمد لله. كله تمام؟ اه. نبدأ موضوعنا النهاردة بتعريف يعني ايه فرونت بيس ويعني ايه باك بيس. البن زي ما احنا عارفين بتبقى قطعة عاملة تهديد على قطعة تانية، والقطعة اللي هي مهددة دي ما تقدرش تتحرك، لانه بمنتهى البساطة لو اتحركت في حاجة تانية اهم منها موجودة بعدها. البن في منه نوعين، البن العادي اللي هو القطعة الاهم دي، ممكن نكون عاملين بن النايت وورا حاجة اهم مثلا زي كوين، وفي حاجة اسمها الابسوليوت بن او البن المطلق. يعني ايه البن المطلق؟ يعني ان انا عامل مهدد قطعة لو نفس الحصان مثلا وفي وراه الكينج شخصيا او الملك نفسه، طبعا القطعه دي بقى مستحيل ان هي تتحرك. في حاله الكوين وهو الباك بيس، تحرك القطعه بيخلي الطرف اللي عمل دوت يخسر ماتيريال، لكن لو القطعه ديت هي الملك القطعه مش هتقدر تتحرك لان دي الليجال موف، وهنشوف دوت على السكرين مع بعض دلوقتي. لكن زي ما احنا شايفين الموقف اللي قدامنا ده دلوقتي مفيش بين موجود على البورد، وده اللي احنا هنبدا نتعلمه النهارده. هنقدر نستخدم السيستم بتاعنا عن طريق التفكير في الكشات. نبدا في الكشات. الكش الوحيده اللي موجوده على البورد هي بون اتش 6، يعني العسكري بتاعنا يتحرك لمربع اتش 6. دي الكش الوحيده المنطقيه، لان التشيك الثانيه كوين اف 6 احنا جاست ده احنا بنخسر كوين ومفيش اي كونتينيويشن، مفيش اي تكمله. فطبعا لما نلعب البون في الاتش 6 انا مهدد الكينج، تمام؟ هنا لازم ابدا اقيم الاختيارات، اشوف البلاك عنده يقدر يعمل ايه. بلاك عنده هنا اختيارين بس هنعرفهم من كلارا. الكينج هنا يقدر يعمل ايه يا كلارا؟ ياكل البون. ويقدر يعمل ايه تاني؟ يمشي بالكينج. يمشي بالكينج في ال H8 او في ال G8. فهنا عندنا حاجتين لازم نفكر فيهم. اول حاجة ان الكينج لو هياكل البون اللي في ال H6 ده اختيار، الاختيار التاني لو هيتحرك بالملك في ال G8. هنبدأ بالاختيار الاخير اللي انا قلته في الاخر، ان الكينج يتحرك في الجي 8. هنا لو الكينج اتحرك في الجي 8 انا بمنتهى البساطه، واحنا شفنا الكلام ده قبل كده في الميتنج باترنز، ان انا كده خلقت تهديد على مربع تشيك ميت. دلوقتي لما البون اللي في الاتش 6 دوت عامل تهديد على الجي 7، مربع البلاك او المربع الاسود اللي موجود في الجي 7 ده بيتقال عليه مربع ضعيف او مربع مش حلو. ليه؟ في قاعدة احنا بنعرفها في الشطرنج كويس واتكلمنا عنها قبل كده وهنتكلم عنها اكتر فيما بعد، اللي هو الدروباك كونسبت. معظم البونز وهي في مكانها بتبقى حامية كل المربعات اللي حواليها. يعني لو افترضنا ان البون اللي في الجي 6 ده موجود في الجي 7 فهو بيحمي الاف 6 وبيحمي الاتش 6، لكن البون اللي في الجي 7 دوت لما يبقى موجود في الجي 6 بقى مربع الاف 6 مفيش بونز بتحميه، وكذلك مربع ال H6 مفيش أي بونز بتحميه، فكده دي بيتقال عليها مربعات ضعيفة أو مربع أوت بوست. يعني إيه أوت بوست؟ يعني مربع مفيش أي عسكري يقدر يهاجم المربع ده، لا دلوقتي ولا في أي وقت بعد كده. دي تعريف البسيط بتاع المربع الضعيف. فهنا وجود البون في ال G6 مع ال H6
خلق لي شكل من اشكال التشيك ميت. يعني انا هاجي بكوين اف 6 مهدد ان الكوين بتاعتي تيجي في الجي 7 عامله تشيك ميت في المربع ده. طبعا التشيك ميت مفيش فيها اي حل والاسود ما يقدرش يمنعها. عشان كده يا علي تقدر تقول لي ايه الاختيار التاني اللي لازم البلاك يعمله؟ ان هو ياكل البون. لازم ياكل البون. برافو عليك يا علي. لما ياكل البون هنرجع لكونسبت احنا برضو اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي درو باك كونسبت. دايما كل نقله في الشطرنج زي ما ليها جانب ايجابي زي ما ليها جانب سلبي، زي ما ليها جزء مضيء ليها جزء مظلم. ايه الجزء اللي غير ايجابي في النقله دي؟ ان انا دلوقتي بوجود الكينج في الاتش 6 هو صحيح ان هو كسب بون مني، لكن الكينج بقى موجود في الاتش فايل مع قطعه، موجود في الاتش فايل مع قطعه من قطع البلاك اللي هي البيشوب اللي موجود في الاتش 3. وجود البيشوب في الاتش 3 هانجنج او مش محمي مع الملك في نفس الفايل ده بيخلق لنا تاكتيك احنا شفناه الصوره المبسطه بتاعته قبل كده اللي هو تاكتيك البن. طب ازاي نعمل بن؟ القطع الميجور بيسز هي اللي بتعمل بن من الفايلز، يعني الروك او الكوين. زي ما احنا عارفين ان الميجور بيسز هم الروك والكوين والماينور بيسز هم النايت او البيشوب. فهنا هنقدر نستخدم ميجور بيس اللي هي الكوين تقدر تيجي في الاتش 1 عامله بن. يعني ايه بن؟ انا دلوقتي مهدد البيشوب، البيشوب ما يقدرش يتحرك بسبب ان وراه الكينج. الطريقه الوحيده عند البلاك انه يقدر يدافع عن دوت ان هو يحمي البيشوب دوت بقطعه ثانيه. لكن زي ما احنا شايفين في الموقف اللي قدامنا، هل يا كلورا في اي قطعه عند البلاك تقدر تحمي البيشوب ده؟ لا، مفيش اي قطعه. مظبوط. وبالتالي احنا نقدر نتاكد ان انا النقله الجايه الكوين بتاعتي هتكسب البيشوب، ويبقى انا كده كسبت قطعه وكسبت ماتيريال. وطبعا مكسب الماتيريال في وين كونديشنز كتير في الشطرنج، مكسب الماتيريال منها ومن الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نبقى مؤهلين ان احنا نكسب الجيم بشكل كامل. نشوف موقف كمان. هنا الموقف اللي موجود على البورد دوت. الموقف الحقيقه لو انا حاولت اقيم الموقف، طرق تقييم الموقف ليه طريقه وبرضه هنتكلم عنها فيما بعد، لكن سريعا دلوقتي تقييم الموقف من اسهل الطرق او اول حاجه افكر فيها الماتيريال. يعني هنا الابيض معاه نايت وبيشوب دول ايكوال 6 بوينتس و3 عساكر ب 3 بوينتس يبقى 9 نقط، والبلاك معاه روك ب 5 وبيشوب ب 3 يبقى 8 و2 بونز يبقى 10. يبقى الحقيقه البلاك هو اللي متفوق في الماتيريال، لكن احنا عندنا هنا باست بون واحنا لسه هنتكلم ونشرح يعني ايه باست بون. بدأ سالك مؤهل انه يبقى كوين، بس الفكره ان انا لو خليت البون بتاعي ده يبقى كوين الكينج هياكله، تمام؟ لكن انا لو فكرت برضو بنفس الموضوع بالدرو باك كونسبت هلاقي ان دي على قد ما هي تبان في الاول فكره غير جيده، هي فكره كويسه جدا ان البون لو وصل لمربع الاي 8 بمنتهى البساطه انا دلوقتي معايا كوين على البورد، لازم والبلاك مجبر ودي تشيك طبعا، بلاك مجبر يعمل كابشر للكوين بالكينج بتاعه. طب انا ارجع افكر ايه الدرو باك بتاعت ان الكينج موجود في الاي 8 والروك موجوده في مربع الجي 5، الكينج كان موجود في الاف 7 راح للاي 8 الدرو باك هتبقى مظبوط الكينج والروك الاثنين بقوا موجودين في نفس الدياجونال، ايه القطعه اللي بتعمل بين في الدياجونال؟ بالظبط البيشوب. فالبيشوب هيروح من السي 2 للاي 4 يعمل بين للروك، والروك ما عندهاش اي قدره ان هي تتحرك لان الكينج واقف وراها، وما فيش اي قطعه من عند البلاك هتقدر تساعدها وتحميها، وده مهم جدا. انا لازم كلاعب قوي اتشيك الديفنسز بتاعت اللي قدامي وانا بطبق التاكتيك، وبالتالي هكسب روك وده هيساعدني بشكل كبير ان انا اكسب الجيم طبعا، وده المهم اللي انا اقدر احققه او الحاجه اللي انا اقدر احققها من التاكتيك دوت. فهي الفكره بشكل مبسط ان انا بعدل وضعيه قطعه من الاثنين سواء الفرونت بيس او الباك بيس، بغير مكانها بحيث ان هي تيجي في مكان يساعدني ان انا اقدر اعمل بن. التاكتيك ده جميل وسهل ويقدر يساعدني ان انا احقق نتائج كويسه واحسن من مستواي في اللعبه. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقره حصه الشطرنج ونروح مع بعض نجربها بنفسك.